المرأة العنيدة تخسر حروب في حياتها الخاصة. لا أرفض، مش بالضرورة. المرأة العنيدة لا تخسر حروب حياتها الخاصة؟ مش بالضرورة. بتكسب؟ أحيانا بتكسب. أحيانا لما تكسب نفسها على الأقل. نفسها كده ها؟ المرأة المستقلة طوق بيخنق الرجل الشرقي. صحيح. تحديدا. صحيح. المرأة القوية كابوس بيؤرق الرجل. صحيح. حقيقي. التمثيل سبوبة المطربين في ظل تراجع عائد الحفلات. يا ساتر. لا مش تعترضي؟ طبعا. لن أتزوج مرة أخرى حتى لا أفقد حضانة أولادي. مش حقيقة الزواج السري. أنا مش عايزة أتجوز خلاص. قفلتي؟ لا كده زي الفل. بس دي مش حقيقة، لأنه في حاجة اسمها، بس معلش تاني، انه الحضانه دي تتاخد منك في حاله ان انت تكوني ام لا تصلحي، انما في حاجه اسمها انه حتى لو حصل نزاع على الحضانه انه الولد بيتخير. فما فيش حاجه اسمها كده انك تفقدي حضانه عشان اتجوزتي. ده لا ولا في عرف ولا في دين ولا في شرع ولا في اي حاجه. زي الفل بقى. ليه زي الفل كده؟ عشان كده انغام رومانسيه المفروض. صح اكتر. ما انا عايشه رومانسيه برضو جدا. انا مكمله زي ما انا. وزراعتك اللطيفه اصلا معظمها ممكن يكون بيجي بسبب حب، بسبب مشاعرك. انا اتعلمت من حياتي، يعني من حاجات كتير مرت في حياتي، مواقف كتير وتجارب انه مش كل حاجه لازم يدخل فيها، يعني مش لازم للاخر، يعني ممكن توصلي لحدود معينه تبقي راضيه، مش لازم توصلي للاخر يعني. يعني ناخد من كل حاجه احلى حاجه وخلاص وحلو كده وكفايه كده. الزواج السري لا يخالف شرط الاشهار اللازم لصحه عقد الزواج الشرعي. لانه ما بيبقاش سري، لانه مشهر في اوراق الدوله، في سجلات الدوله. هو ده الاشهار على فكره. الاشهار ان يبقى في بيتك في ناس واصحابك عارفين، مقربين منك، امك، ابوكي، اخوكي، الناس اللي تخصيهم ويخصوكي عارفين. انما يعني زغاريت وكهارب مش بالضروره خالص يعني. ضل راجل ولا ضل حيطه؟ مش حقيقه. مش حقيقة. شفتي سرعة؟ شفتي جاوبتك بسرعة ازاي؟ يعني مكرراها يعني. لا ده الحيطة كويس على فكرة. لا استبعد زواج عز من زينة. ماليش علاقة بقى بالموضوع ده، ما تسألينيش أسئلة ماليش فيها. استثناء. الغناء الديني سبوبة في دخول شهر رمضان. لا أرفض. ترفضي. فدرة ساعدتني في تطوير اختياري لملابسي. مين؟ توافقي ترفضي استثناء؟ قولي بسرعة. أرفض أرفض. ترفضي. بيجيبوا الكلام ده منين؟ هي قالت كده. شيرين المطربة المصرية الأكثر قربا من الناس. توافقي تعترضي استثناء؟ لا أوافق طبعا. أرفض التعامل مع شركة عالم الفن. أرفض. ترفضي.